اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في مطبخ زينة، ومعانا النهارده الشيف صفاء بدير. اهلا بيكي معانا منورانا. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ تمام. قولي لنا عامله لنا ايه النهارده؟ هنعمل ان شاء الله رول الكفته بالمشروم والجبنه الموتزاريلا والسوسيس. جميل. وهنعمل تبوله، وهنعمل الخضار الجلاش بالبيتزا، يعني خضار الجلاش بيتزا بالخضار. ده النهارده انت عامله حاجات يحبها الولاد. ما هو ده الاكل بتاع اهم حاجه. ايوه صح. والجمعه يبقى الدنيا سهله عشان يعرفوا. طب يلا تبداي لنا بايه؟ هنبدا ان شاء الله بالكفته. طيب يلا. مقاديرها ان شاء الله نص كيلو كفته عليهم بصلايه، نص كيلو لحم مفروم، ومعلقه ثوم، قلب كده كويس. طب قولي البصلايه بتنزلي ميتها ولا بتبقى عشان مش عايزه ميتها، علشان ما تبقاش طريه، علشان انا عايزاها تتماسك وتبقى يعني عامله زي كان انا عندي لحم روستو. اوكي. بعد كده هحط بقسماط، نص كوبايه كده، وبرده هعمل هتماسك عشان تتماسك. يعني نص كيلو اللحمه نحط عليه نص كوبايه بقسماط. عليه نص كوبايه بقسماط. وبعد كده بقى هبهرها ملح وفلفل وبهارات الكفته، وكمان هضيف عليها بيضه. وانت بتعجنيها كده؟ طيب هضيف بيضه وهعجن، وبعدين هشوف تاني يمكن ايه ممكن تاخد مثلا تاني بقسماط. انت بقى تعرفي ازاي بتحسي بقوامها يعني؟ بتبقى إيه؟ مفككه في ايدي. اول ما تلم في ايدي بعرف ان كده خلاص هي مش عايزه. طيب كده. ولما نحط التوابل هنحط ملح وفلفل وبهارات. في حاجات تانية؟ في ناس بتحب تحط جوز الطيب وتحط قرفه دي كلها حسب بقى الرغبه. حسب الرغبه. طيب. بس هي الكفته دايما تحب نحس بطعمها ملح وفلفل وبهارات عشان يبقى طعم اللحمه باين، عشان نحس بطعم اللحمه. طيب جميل. هبدا اضيف بقى البهارات. قد ايه برضو بهارات عشان ما نكترش؟ يعني معلقه بهارات ومعلقه فلفل صغيره برضو كده، ومعلقه ملح. تمام. ولو هنعمل كيلو نزود. طبعا. يعني نضاعف بقى، نضاعف الكميه عشان لو حد حابب يعمل برضو ايه حاجات كمية اكتر. تمام. هنزود تاني شويه. تمام كده خلاص هي تعتبر تماسكت اهي. لو حابه بقى انت يعني تضيف ربه البيت ده، تحط شويه بقدونس، عايزه يعني طعمها بقدونس مفيش مشكله خالص، عايزاها كده مفيش مشكله خالص. لان هي برضو حسب يعني بقى الرغبه. حسب الرغبه. طيب كده بتحطيها في الثلاجه بعد كده شويه يعني؟ طبعا لو واحده في البيت هي يعني. طبعا انا هسيبها شويه. هي طبعا هي مجمده، انا هسيبها شويه، انا كنت جايبها من الفريزر عشان كده هي ساقعه. وهبدا بقى اعمل الحشوه بتاعت الجلاش ولا بتاعت الكفته؟ بتاعت الكفته. طيب اوكي بقى. دي بتبقى على النار. طيب قولي لنا برده معلقه سمنه كبيره كده يعني مليانه. وهنزل بالبصل. بصل ده شرايح ولا بصل جوانح؟ بصل جوانح. يدبل بس شويه. ده المشروم. انزل بالسوسيس الاول. اوكي. اخلي المشروم اخر حاجه عشان ايه؟ انا عايزاه يقرص شويه معايا. طيب ولو حد مش حابب السوسيس ممكن يخليها مشروم بس. ممكن. في ناس ما بتحبش السوسيس. وفي برضو طريقه تانية، ممكن نشوي الفلفل الاصفر او الاحمر. نشويه ونحطه يبقى هي خضار وجبنه ومشروم، تبقى كلها خضار. بتشويه يعني بقى تدخليه الفرن. بشويه ادخله الفرن على الشوايه ياخد لون. عشان طبعا هو هيبقى قاسي قوي لو انا اللي عملته وهو ني. فلازم اشويه اتبله واحطه في الكفته، وبعد كده احط بقى معاه المشروم واحط الجبنه احط البصل، برده طعمها بيبقى جميل جدا. طيب جميل. يعني عندنا اختيارات اكتر من اختيار. عشان اللي ما بيحبش ده يعمل ده. هننزل بقى بالمشروم. قلتي لي المشروم انت عايزاه يبقى بيقرش شويه، ايه الفرق لو هو بيقرش عن لو كان كده؟ يعني بيبقى طعمه جميل. طعمه احلى. طعمه حلو. اوكي. احط بهارات. فلفل.
وملح برضو عشان ايه، احنا هنحط جبنه وكمان هحطها هحط لها وستر صوص. ده ايه بقى؟ ده وستر صوص يعني وستر صوص. اوكي. اللي هو الصويا صوص تقيل. اوكي. بيدي برضو طعم حلو قوي. اوكي. في ناس بتحط دبس الرمان، ولا ده بيديش الطعم نفسه؟ لا، دبس الرمان لو حضرتك عايزه مزازه. انما الصويا صوص والوستر صوص ده حاجه مسكره على اوكي زي حاجه ساور كده. طيب كده خلاص يعتبر هو ايه كده دبل خلاص. جميل. هنسيبه بقى على جنب كده شويه على ما ايه افرد انا بقى الكفته. ناخد الكفته ازاي؟ عايزه الكفته مش هتعمليها صوابع، هتعمليها مفروده. هعملها رول يعني، تعمليها زي رول كبير. رول كبير. بعد كده تقطعي بقى. بعد كده يعني نعملها زي كاننا حضرتك عندك عرق لحمه وحضرتك هتقطعيه حلوه الفكره دي، جديده. احنا بنحاول نعمل اي حاجه عشان ترضيهم والله. هم مش هيحبوا كمان عشان اللحمه يعني، عشان اولا طبعا هو اغلى، ده نمره واحد، فطبعا الامكانيه امكانياتها تبقى اقل لو بالكفته. احنا وفي نفس الوقت بيحبوا الكفته اكتر. عرق الرز والكذاب زي زي الحمام الكذاب، عارفه الحاجات دي، والبسطرمه الكذاب، احنا عايشين في الكذاب، كل حاجه كده. بس والله حاجات بتبقى جميله جدا، هما بيحبوا الاكل ده اكتر. والله يعني ما فيش، هتلاقي ولاد يحبوا ابدا لا لا اللحمه يعني ولا الخضار ولا يشدوهم شويه للبيت، لان فعلا المغريات بره كتير جدا 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 جدا، والصحه بقى كمان مع المغريات دي هتبقى وفعلا بتعمل سن رهيبه. عشان كده برضو احنا قلنا لو في ناس مش بتحب السوسيس اللي هو بيبقى من بره، فلو كان كده تبدليها بالخضار او حتى بالجبنه، بس يعني الجبنه مع البتاع ممكن تبقى طعمها تحفه برضو. انا طبعا ايه هنا حطيتها على ورق زبده وورق الفويل، وبعدين انا بفردها على، لازم يكون في اكياس بلاستيك عشان لو انا عملتها بالكده الدنيا هتلزق هنا معايا ومش هعرف اظبط الكفته. طيب يبقى هنحط ورقه فويل الاول وعليها ورقه زبده. ايوه. وبعدين الكفته وبعدين البلاستيك ونفرد بقى. ونفرد على قد ما نقدر نفرد. أوكي. عشان كل ما فردنا كل ما كانت ايه من جوه الحشوه هي مستويه، وهي كمان الكفته مستويه. طيب جميل كده اعتبر خلاص كده. يلا عشان نسرع عشان نلحق بقيه الاطباق. اوكي اوكي. هاخد بقى اهو ادي الحشوه اللي احنا عملناها. الحشوه اهي، هي ريحتها جميله عايزه اقول لكم، وفكره جديده خالص. وممكن كمان لو حضرتك عايزه مثلا ما يحطوش السوسيس مقطع، تحطه كده كامل على بعض. كامل على بعضيه، ما فيش اي مشكله. ممكن برضو سوسيس بلدي سجق ولا يبقى طعمه بقى أنا غريب. انا ما جربتهاش بس ممكن تبقى حلوه برضو. ما جربتهاش الصراحه، هجربها. على اساس بقول لك في ناس ما بتحبش الحاجات المصنعه دي خالص، لا بتحب لا السوسيس ولا اللانشون ولا الكلام ده. دي جبنه موتزاريلا. حط بقى جبنه موتزاريلا. تمام. وهحاول كده ايه عشان اقفلها. يعني يا ريت تبقوا شايفين كده هي بتقفلها ازاي، عشان هي دي بقى الشغل كله في الحته دي. كده. جميل. خلي بالك عشان ما تفتكتش منك بقى. هنلفها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. كده خلاص. واحكمها جامد. مش مشكله بقى لو وتكملي بالفويل. وهكمل بقى طبعا عليها بالفويل. علشان هحطها بقى ايه في الفرن. على درجه حراره كام؟ إيه 180، وتاخد لها كده ايه ساعه كده ايه يعني ساعه يا دوب. طب بتحطيها مش يعني على صينيه؟ احطها دلوقتي في صينيه ومعاها وصينيه بتحط فيها ميه؟ ومعاها ميه. طيب اوكي. واسيبها كده ان شاء الله في الفرن. جميل. طب ولو الميه نشفت نزود الميه شويه؟ كل شويه كل شويه نبص. واحط طيب يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بعد ما عملناها الرول نحط جوه الصينيه، نحط شويه ميه جوه الصينيه وعلى الفرن على درجه حراره 180، ونسيبها بقى مع نفسها كده شويه. وانت اعملي لنا الطبق الثاني. الطبق الثاني بقى ايه؟ الحشوه بتاعه الجلاش. اوكي. الحشوه بتاعه الجلاش عباره عن برضو بصل جوانح، اول معلقه سمنه. جميل.
وهنزل بوصل الجوانح. هو احنا عملنا في نفس الطاسه لان هي نفس المكونات يا جماعه. نفس المكونات. نزلنا بالبصل. نزلنا بالبصل وبعد كده هننزل بالسوسيس برضو. مفيش توم؟ مش بتحطي لها توم؟ لا عشان ما تبقاش تقيله هي. كفايه البصل لان عشان الجلاش يعني. لا ما اعتقدش ما بيبقاش التوم. حلو مع التوم. طيب كده وبعدين هنزل بالفلفل الالوان. ده بقى مش مشوي، ده متقطع كده. لا ده عادي. ده عادي كده. هدبله يعني علشان خاطر برضو لما احطه في قلب ال ما ينزلش ميه. ده ايه بقى؟ ده فلفل اخضر. كل الالوان يعني كلها فلفل يعني كله خضار. كلها خضار. كلها خضار. طب انا شايفاكي مقطعاها كبيره شويه، ده عادي ولا احسن لان انا صغير؟ هحطها في قلب ال فهتفرديها كده او بعد كده. كده هتقطع كمان. طيب كمان وبرده هديها شويه مستر صوص. واضح ان ده بقى الماستر سيف بتاعك. هو ده ده السر. بيدي الطعم للاكل كله. عايز اقول لك الصوصات دي بتفرق جامد جدا في الاكل فعلا. جدا مدام هدى فعلا فعلا. بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. الحاجات دي هي جديده علينا بس فعلا لا بتعمل فرق في الاكل جامد. حطينا بهارات وملح. تمام. وفلفل. واحنا شايفه ان البطل عندك برضو ملح فلفل بهارات بس. مفيش بقى حاجات تانية. لا اوكي. هي دايما الفراخ هي اللي بتاخد بهارات كتيره جدا. الفراخ انما اللحمه يعني مش زي الفراخ بتاخد بهارات علشان يبان طعمها. اللحمه جوزة الطيب زي ما حضرتك قلتي. وملح وفلفل وكده ممكن بابريكا. انما الفراخ بقى تاخد اي حاجه قبل اي حاجه. الفراخ كله شغال معاها. كله صح. نجيب بقى صينية ولفيت كده ايه جلاش. اوكي. بتدهني طبعا. بدهن الصينية. اوكي. كده. وما بين الراق والراق بتدهني برضه. علشان خاطر. بتدهني بس السمنة ولا بتحطي حاجة تانية؟ لا سمنة بس. سمنة بس. ولو في زبدة سايحة حلو مش وحش يعني. مش وحش. كده. وعلى قد ما نقدر يعني ايه يعني نمسح كده الفرشه. عشان ما تبقاش تقيله. ما هي دي بقى النقطه. عايزه اقول لك ان مشكله الجلاش الوحيده ان لازم تحطي له الزبده دي. او السمنه فكده. بيبقى تقيل شويه وممكن ما هو بقى حابب ياكله ونفسه يعمل دايت مش بيعرف. عارفه حضرتك لو عملتيه زي كده يعني مش سمنه سايحه يعني يا دوب سايحه يعني تبقى مجمده كده. هتعرفي تتحكمي فيها. اما تكون سايله بتغرق. بتغرق صح. بتعملي بقى كام رق؟ يعني مثلا لو هم 8 رقات يبقى 4 فوق 4 تحت. طيب اوكي. حسب 5 يبقى كده بالنص يعني بنصصها. طبعا الحاجات دي مش هنرميها برضو. الحمد لله مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. ما نرمي اي حاجه. كله بينفع. كله بينفع. هيتدرى في النص ولا هيبان. ايوه بالظبط. وبعدين في الاخر احنا هنمضغه. يتقطع يتقطع. هتستنى. بالراحة بس عليه عشان هو مشكلة الرقاق ده فعلا انه بيتقطع بسرعة. قصدي الجلاش. مروقة اتقل بقى. نسرع شوية بقى. حاضر حاضر. صفاء يلا. ايوه حاضر. عشان خاطر الوقت للأسف هينتهي قبل ما نعمل بقية الأطباق. احنا هنحط التحبيلة كده اهو. حطينا كدا. بقى ال خلاص الحشوه بتاعتها الخضار اهو. اوكي. الحشوه دي كمان بقى ممكن نعمل فراخ نعمل جبن نعمل ايا كان بقى زي ما احنا عايزين. زي ما احنا عايزين يعني اي حاجه ممكن تتحشي هتبقى تمام. جبنه اهي. وجبنه موتزاريلا برضو. دي من الحاجات المهمه جدا في الحاجات اللي زي دي. دي برضو بقى ممكن ميكس جبن بقى عند حضرتك. اي جبن بقى انت عايزه تحطيها. جبنه رومي حلوه جدا. اي ميكس جبن تبقى حلوه لان هي بتعمل مطه لل للجلاش. ويفرق بقى عن الجلاش اللي باللحمه المفرومه اللي اتعودنا عليه ده طول عمرنا.
ده في بقى السجق وفي دلوقتي بالبسطرمه وبالطريقه دي يعني لا الجلاش دلوقتي بيكفي جامد. الجلاش طوروه اخد حقه. هشوف ده في كمان دلوقتي فطيره جلاش. الفطيره الجلاش اللي هي ما نعملش فطير ونعمل الفطيره هي جلاش. هي الفطيره قصدي الجلاش هي الجلاش هي الفطيره مظبوط ايوه كده. انت بعد ما بتخلصي بقيه الرقات كلها بتحطي له لبن برضه؟ بحط له لبن وبيضه. اوكي. قد ايه بقى؟ نص كوبايه لبن مع بيضه مع ملح وفلفل بضربهم كويس عشان يطلع من جوه طري ومن بره هش. طيب جميل. يلا نحط ايوه. احط بس اخر حاجه بعد كده اقطعه ونديله لبن بقى وندخله الفرن. جميل. احنا كده بدأنا لكم بالرول بتاع الكفتة هو في الفرن دلوقتي وادي الجلاش بالسوسيس بالفلفل الألوان بالجبنة الموتزاريلا. قطعنا بس الأول عشان خاطر لما ندلق اللبن يبقى طبعا عشان يخش جواه يعني ما تدلقوش اللبن الأول. كده هيبقى فاضل لنا بس التبوله. التبوله كلها هنحطها على بعضيها بس هنقول التبوله على فكره من الحاجات السلطات الجميله جدا. مشكلتها الوحيده بس تقطيعه البقدونس. عايزينك بس تقولي لنا البقدونس بيتقطع صغنن قوي كده. انا قعدت كتير على ما انا بقول لك يعني ينفع نعمله في الكبه؟ لا يبوظ للاسف بينزل ميته. عشان كده الناس بتكسل تعمل التبوله. بينزل ميته. انا قعدت جبت طب حتى لو نزل ميته هيجرى ايه؟ لا بصي مش هيبقى طعمها ازاي. مش هيبقى زي كده كده اهو. محتاج طولة بال بقى. هي فكرة عايزة فعلا. فينك يا راحة البال يا طولة البال. على الفرن بقى بعد كده صح؟ لمدة قد ايه؟ الجلاس ما بياخدش يعني 25 دقيقة. 25 دقيقة. وبرده درجة حرارة 180؟ طيب جميل. يعني في نفس الفرن وانتوا بتحطوا الكفتة بعديها بنص ساعة كده حطوا الجلاش هيطلعوا الاثنين في نفس التوقيت. وبلانا والشيف هنعمل بقى سلطه التبوله دلوقتي اللي قلنا لكم البقدونس بيبقى مجهد شويه بس اللبنانيين بصراحه بيقطعوه هايل ما بياخدوش وقت. انا كانت جارتي سوريه عشان كده انا عارفه الموضوع. طب ما تدي لنا السر. طيب ما هو بصي حضرتك انت هتجيبي البقدونس كم واحده بقدونس؟ بنجيب اربعه وبنخليهم جنب بعض كده وبالسكينه على يعني بنيجي كده على طرف ونقطع بقى. طيب ممكن نطلع الحاجه عشان احنا خلاص قربنا وكملي بقى بقيه الطبق في الاخر. ده الكفته. ده الكفته شكلها شبه الروستو فعلا زي ما حضرات لحمه روستو عرق لحمه بس بالكفته يعني مش هتتكلفوا كتير. وادي الجلاش بالهنا والشفا. وادي التبوله بنكملها بس عشان لو وقتنا انتهى يبقى قدام حضراتكم الاكل اللي اتعمل النهارده. البرغل بقى انا نقعاه في ليمون. ازاي يعني؟ انا بعد ما حطيت عليه ميه عصرته وعصرت ليمونتين او دبس رمان. طيب. وحطيته منقوع في قلب الليمون. جميل. اوكي. هنحط طماطم برده مقطعه صغير جدا كده. بتشيلي قلبها عشان كده صح؟ عشان اخد اللحم بس بصل اخضر. إيه بصل اخضر. وخيار. خيار في التبوله دي هو دي بتاعت المصريين بقى. يعني لازم التكه المصريه دي تتعمل. لازم نخش احنا في اي حاجه. خيار ابو تبوله ده ما شفتوش قبل كده. لازم نخش احنا في حاجه. بس هو الخيار عامه حلو. نعمل التاتش بتاعنا بقى. لازم ما ينفعش. كده. وهحط لها برده فلفل وملح. طيب. وزيت زيتون. كنت لسه عايزه اقول لك الدريسنج بتاعها زيت زيتون بس مع الليمون. مع الليمون او دبس الرمان يا ده يا ده. هو يعني ودبس الرمان طبعا بقى جميل جدا كمان. طيب جميل. بشكرك جدا. الاكل النهارده كان نهائي. ميرسي يا صفاء. وريه لنا بس عشان برضو ايه يبقى حاطين كل الاطباق مع بعض. وادي كمان الزيت. تمام. النهارده عملنا لكم زي ما حضراتكم شايفين جلاش بالجبنه الموتزاريلا بالسوسيس بالفلفل الالوان ونفس القصه بالنسبه للكفته. وعملنا سلطه التبوله. بشكر جدا صفاء. شكرا ليكي وجودك معانا. واشكركم مشاهدينا وان شاء الله لقائنا مع حضراتكم نفس اسرتنا يوم الجمعه اللي جاي لكن بكره اسره جديده وحلقه جديده وزينه.